السلام عليكم. في هذه الحلقة غنتكلم لكم على واحد الحيوان اللي كنعتبره شخصيا من أغرب الحيوانات اللي يمكن تلقاهم في الطبيعة. في أواخر القرن 18 توصلوا علماء من بريطانيا بجثة محنطة لواحد الحيوان عمرهم ما شافوه من قبل. هذا الحيوان كان عنده جسم قندس، يعني جسم حيوان ثدي فيه الشعر وديل عاوتاني ديال القندس. هذا الجسم كان عنده منقار ديال البطة. في الأول يظن العلماء أنه من المستحيل تجمع هذه الخصائص ديال الطيور والخصائص اللي كنلقاوها عند الحيوانات الثدية في حيوان واحد. واحد منهم هيظن أن هذه الجثة هذه اللي من كوفريا عمل مفبرك، يعني شي واحد خدا جثة قندس، شي قندس اللي ما عارفينوش في ذاك الوقت باقي ما تكتشف، وخيط فيه منقار ديال البطة. هاد العالم كان تأكد من هذاك الشيء اللي كيظن لدرجة انه بقى شحال هو كيقلب على بلاصة الخياطة ديال المنقار. هاد الحيوان الأسترالي البرمائي اللي تعتبر بزاف ديال الوقت أسطورة يتأكدوا العلماء الوجود ديالو، وهيتسمى خلد الماء أو لوغنيتوانك بالفرنسية. خلد الماء كان مازال كيخبي مفاجآت أخرى، حيث هيكتشفوا العلماء أنه كيبيض وكيرضع الولاد ديالو. ومن غير جسم القندس وجاه البطة كانت عنده مشية ديال الزواحف، يعني ملي كيمشي فوق اليابسة كيمشي عليك رشو، وعنده سلاح في الأخر ديال الرجلين ديالو شوكة مسمومة كيستعملها الذكر باش يدافع المحيط ديالو. قدام هاد الازدواجية، يعني حيوان ثدي و بيوض في نفس الوقت، كانوا العلماء خاصهم يصنفوه في واحد تصنيف جديد في عالم الكائنات الحية، وهما الحيوانات الكظامية أو الكظاميات. سنوات من بعد اكتشاف خلد الماء اكتشفوا العلماء حيوان آخر كيتقاسم مع خلد الماء نفس الخاصية، يعني كيبيض وكيرضع، ولكن في المظهر الخارجي ديالو بعيد كل البعد عليه، ودائما في أستراليا، حيث هذا الحيوان كيجمع ما بين اكل نمل وقنفود. حتى هو الانثى ديالو كتبيض وكتخلي البيضه في واحد الجيب، وبعد ما كيفقص داك البيض كيبقى المولود لاصق في الجسم ديال المو اللي كتفرز واحد الحليب كيلصق في الشعر ديالها. خليكم تكملوا من راسكم. حلقه اليوم سالات كانت مغيره على الحلقات اللي فاتوا. قررت اليوم نتطرق لهاد الكظاميات حيت ما معروفاش بزاف عند الناس، خصوصا المواضيع اللي كتكلم عليها بالعربيه قليله وقليله بزاف. من غير هادشي وصلت القناه ل 50 الف مشاهده و 500 ابوني في لاباج وفان فيسبوك، هادشي بفضل هيسبريس اللي دارت لي شويه لابوب. شكرا لكل الناس اللي ساهموا بالتعريف بالقناه، الناس اللي شجعوني نصحوني ولا قدموا نقد بناء. بالنسبة للناس اللي كطلبوا المصادر كانوا غير نقول لكم انها تلقاوها لتحت في الديسكريبسيون. ما تنساوش تعبروا على ارائكم وتصحبوا بنا على الصفحة ديال فيسبوك وتعاونوا بلاشين باش تبقاو ديما متابعين جدد. شكرا مرة اخرى ودمتم محبين للثقافة.